النهاردة مع قناة كروشيه اند كرافت ويز لاف هوريكم ازاي بنجمع وحدات سداسية الأضلاع. تابعيني على فيسبوك ويوتيوب معاكي آلاء العشماوي. ده بيكون شكل الهكسجون بعد ما بيكون يخلص، ده بيكون شكل الظهر، وده بيكون شكل الوش بتاعه. وأنا دايما بشتغل على ضلعين مع بعض، يعني أنا باخد ضلع من الناحية دي وضلع من الناحية دي وبشتغل عليه. وبشتغل طبعا ببتدي بالمنطقة الفراغ اللي هي الكورنر بتاع كل ضلع وبشتغل عليه. انا هوريكم طريقتين بالابرة وطريقة هكون بابرة الخياطة. اول حاجة هشتغلها هتأكد ان انا الظهر على الظهر، وهدخل في الكورنر، وانا كده كده كنت عاملة عقدة بداية عشان ابتدي اأمن بيها الشغل، بسحبها وبعمل غرزة منزلقة عشان بس أأمن الكورنر ده. وهبتدي أخد في كل في راس كل غرزة من الهكسجون الأولاني، هدخل أدور على اللي يقابلها في الهكسجون التاني وأشتغل غرزة حشو. في الطريقة دي الأفضل والأحلى إن انتي تستخدمي لون يكون مختلف عن اللونين اللي انتي بتشغلة فيهم في الهكسجون، لأن بيبقى فيها بروز حلو بيدي شياكة. فممكن إن انتي حتى لو شغالة الوحدات كلها لون واحد تشتغلي التوصيلة دي بلون تاني بيكون شكلها حلو جدا. ببتدي أنا زي ما انا شغالة بدور على راس الغرزة في الهكسجون الاولاني وادخل في راس الغرزة في الهكسجون التاني واشتغل غرزة حشو لغاية لما اوصل للكورنر. وبكمل بقى كل الوحدات بتاعتي بنفس الطريقة دي، وطبعا لو لون تاني هيكون شكلها احلى وهتدي منظر حلو في الاخر، لان زي ما انت شايفة دلوقتي بيكون ليها بروز شكله حلو وبتدي منظر مختلف، وده بيكون شكلها. الطريقة التانية انا بتأكد ان انا حاطه وش الشغل على وش الشغل، انا هشتغل على الظهر. وزي ما انتي شايفة انا كل غرزة عندي ليها فتلة شمال وفتلة يمين، يعني فتلة بتقابلني قدام وفتلة ورا، بالنسبة لي تعتبر كأنها ورا. انا هنا هشتغل على فتلة واحدة من الفتلات دي عشان اوصل بيها الشغل، وطبعا برضو انا هشتغلها بلون مختلف عشان تكون واضحة. بس في الطريقة دي الافضل ان انتي تستخدمي لون من الوان الهكسجون اللي قدامك، ويفضل كمان ان هو يكون اللون الافتح عشان ما يبانش بعد كده ان في اي وصلات، كده هيبقوا الاتنين جنب بعض بدون وصلات. فانا هبتدي ان انا هخش في الكورنر وامن بمنزلقه، وهبتدي ادخل في الفتله الخارجيه اللي هي وشها ليا انا، الفتله الخارجيه اللي وشها ليا انا مع الفتله الخارجيه للناحيه التانية اللي هي وشها للناحيه التانية. يعني هدخل في الفتله اللي بره في الهكسجون اللي يقابلني، وهدخل في الفتله اللي بره في الهكسجون التاني. دخلت كده في الفتلة اللي بره وسبت الفتلة اللي جوه، وهنا سبت الفتلة اللي جوه ودخلت في الفتلة اللي بره واشتغلت منزلقة. وهكمل السطر كله بالطريقة دي. وحلاوة التوصيلة دي انها فعلا مش بتبان لو انتي شغالة بنفس اللون بتاع الوحدات، وبالذات لو اللون الفاتح مش هتبان خالص ان انتي عاملة اي توصيلات ما بينهم. وطبعا ما تنسيش لو الفيديو عجبك تعملي لنا لايك وسبسكرايب على قناة كروشيه اند كرافت ويز لاف على يوتيوب وعلى البيج على فيسبوك وكمان انستجرام، لاني بحط عليهم تفاصيل وانا بشتغل اكتر ما بيكون واضح في الفيديو.
انا بدخل في الفتلة اللي بره مع الفتلة اللي بره، وبكمل لغاية لما اوصل لاخر اللي هو للكورنر بتاعي، وبأمنه بمنزلقة. وممكن برضو في الكورنر ما اشتغلش منزلقة، انا ممكن اشتغل بنفس الطريقة، بس انا لو شغالة بنفس الخيط هو هو مش هيبان معايا، يعني الاخضر اللي شمال والاخضر اليمين مش هيبان معايا لو انا شغالة بنفس الخيط. بس بصي الطريقة بتاعتها دي مش بتبين ان في اي وصلات ما بين الاتنين، ودي هتكون الطريقة التانية معانا. الطريقة بقى التالتة هتكون بإبرة الخياطة، برضو بحط وش الشغل على وش الشغل، لأن الظهر بيكون هو اللي بره، وبشتغل على نفس الفتلة اللي أنا اشتغلت عليها في الطريقة التانية. يعني أنا بشتغل على الفتلة الخارجية من الهكسجون الاولاني مع اللي بيقابلها الناحية التانية في الفتلة الخارجية، وبشتغل عليها بإبرة الخياطة بالخياطة، يعني مش بقى بعمل غرزة منزلقة او حاجة. وبرضو دي ما بتكونش باينة في بعد كده لما بخلص، وبرضو يفضل انها تعمليها بنفس لون من الوان الهكسجون، والافتح يكون افضل. بس دي بتدي تريحة اكتر للهكسجونز جنب بعض عن الإبرة الكروشيه، وهتشوفوها دلوقتي لما تخلص هتكون عاملة ازاي. هاي الفتلة اللي بره مع الفتلة اللي بره، وكملي نفس السطر بنفس الطريقة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تتابعوني الفيديوهات اكتر الفترة اللي جاية. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على قناة اليوتيوب وعلى بيج الفيسبوك على كروشيه اند كرافت ويز لاف، وان شاء الله الفيديو الجاي هكون وريكو البطانية اللي انا اشتغلتها بالهكسجونز اللي انا بقفلهم دلوقتي. وده كده الشكل بتاعها بعد ما بتكون اتقفلت، بتبقى مدية تريحة شوية ما بين كل هكسجون والتاني.